الأنثى هذه. سبحان الله، هذه أول بيضة طويلها عندي. هذول الحطين زي ما شايفين، واحدة مكلاها العرسة والثانية مايتة من البرد. صراحة المنظر كثير بشع، ولكن يعني شوف سبحان الله، ناس كثير قالت لي هجن، وناس كثير قالت لي لا خلي اللي هو السلالات نقية وبعد فترة تهجن ما بينهم. فأنا صراحة استقنعت أو اقتنعت إنه أنا أول شيء أخليهم هيك، وصراحة لسه مش عارف هل برقدوا ولا لا، فمش عارف خيرهم من شرهم. فخلنا نشوف أول شيء خيرهم من شرهم، بعدين نشوف اللي هو التهجين. تمام يا إخوان، زي ما شايفين في هان بيضة جديدة، وهان معانا تقريبا مش عارف أظن 6. هذه البيضة اللي أخذناها قبل هيك، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة. تمام، المحصول صار 8 بيضات. فزي ما شايفين الاشي مرضي. تمام، خلنا نشوف المكان الثاني كم بيض. طبعا يا اخوان اليوم في مفاجأة وفي حاجة مزعلة، يعني سبحان الله فيش حاجة تكمل، الكمال لله وحده. يعني في وضع بيض من الطيور، ولكن في موت طيور من البرد، وفي اللي هو من الجرذان. رجعت شايفين، رجعت الجردان تستغوي علي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا اخواني اليوم ان شاء الله حنعملكم هيك محتوى خفيف، ويكون اللي هو المحتوى كثير كثير حلو ومناسب لإلكم. طبعا يا اخوان ان شاء الله حنشوف ايش المفاجآت وايش الاضرار او ايش اللي مات عندي من الطيور. فبديش اطول عليكم، زي ما تعودنا اربط حزمة الامان وانزل تحت وشك في القناة، فعل تنبيه جرس الفاق ابو حسين ليصلك كل جديد. خلنا نروح وليس جو. طبعا يا اخوان اذا بتلاحظوا في هان اللي هو الدجاج القطني بطل يوضع بيض، مش عارف ايش قصته. من اول ما حكينا انه بدنا نقعد نهجن ونشوف كم واحد بصوت للتهجين وهيك، بطل يحط بيض، مش عارف ايش قصته. الله اكبر، رجع باض. والله يا جماعة الخير له 3 ايام ما باض، على ال3 بيضات اللي باض هم معاكو في الفيديوهات اللي قبل، مش عارف ايش قصته. فصراحة في تعادل بين الاصوات، يعني في ناس قالت لي يعني عارفين، ناس كثير قالت لي هجن، وناس كثير قالت لي لا خلي اللي هو السلالات نقية وبعد فترة تهجن ما بينهم. فأنا صراحة استقنعت أو اقتنعت إنه أنا أول شيء أخليهم هيك، وصراحة لسه مش عارف هل برقدوا ولا لا، فمش عارف خيرهم من شرهم. فخلنا نشوف أول شيء خيرهم من شرهم، بعدين نشوف اللي هو التهجين. طبعا يا إخوان بالفعل رجعوا يبيضوا، كانوا 3 بيضات فهي الرابعة. الحمد لله الحمد لله، مع انه يعني انا خلص فقدت الامل، 3 ايام ما باضوا، فهي رجعوا باضوا كمان بيضة، فالشي حلو. تمام، بالنسبة للطاووس بعد ما غسلته وتم اللي هو تنشيفه في المنطقة الثانية في الشمس، اذا بتلاحظوا الريش تبعه كان مكسر، رجع مسك حاله وصار عدل واسم الله عليه، يعني رجع زي قوامه وزي اللي هو قبل مكان. تمام، خلينا نطلعهم. اذا بتلاحظوا رجع زي اول، ولكن بس في رشتين هيك نازلين على الارض. طبعا يا اخوان هان جبت زوج من الحمام الهزاز الهندي، وعلى ما يبدو انه الذكر راقد على البيضه اللي بضتها، فهي بالفعل باضت. وهان جبنا زوج من الحمام الساكسونية وعبت تنك قش وبطور على بيض، ولكن لسه ما في توسعات، يعني مش زي الزوج هذا اشتغل قبله. طبعا في الحلقات اللي قبل قلت لكم انه الانثى
مستعدة لوضع البيض، لأنه أنا فحصتها طلع يعني فيها انتفاخات في منطقة البطن وتوسعات، فبالفعل تم وضع بيض. فهي اليوم باضت بيضة، هتقعد تقريبا كمان يوم وبعديها هتبيض البيضة الثانية. طبعا خلنا نشوف اللي هو البيض. زي ما شايفين هذا هو البيضة اللي بضتها الأنثى هذه. سبحان الله، هذه أول بيضة تبيضها عندي هي والذكر. صراحة يا إخوان ما فيش حاجة بتكمل، يعني فيها نوضع بيض ولكن في حاجات مش حلوة في البيوت الثانية اللي قد حنشوفها. تمام، خلنا نحطها نرجعها. الذكر رقد عليها سخنة، خلنا نروح نشوف البيوت الثانية. طبعا حاب بس أنوه إنه أنا تم نقل اللي هو الطيور اللي كانت هان الهزاز، لأنه حسيت إنه هي لسه جاهلة ومش تبع التزويج، وجبت زوج آخر. زي ما شايفين الأنثى هذه زايفة والذكر هذا لسه مش حامي. ففي بعض من الإخوة قال لي يا أبو آدم حط كل الحمام مع بعض، كل الذكور مع بعض وحرمهم من الأناثي. فصراحة يعني ما حبيت الفكرة، وكل الأفكار يعني حلوة ولكن ما حبيتها. فقلت إنه أنا إيش أسوي، الأفضل إنه أنا أحط الذكر وأحط للأنثى، وهم نصيبهم من هان لأسبوع ونص أو أسبوعين. زي ما شايفين نقلت الهزاز اللي كان هان وزبطت البيت، زبطته وحطيت اللي هو شربه وأكاله. وزي ما شايفين إن شاء الله يتم اللي هو التزاوج. هو هذا من الحمام الثقيل لسه ما تزوجوا، يعني هاي بحضور والأنثى تضرب فيه إنه هذا مكاني، ولكن هيتزوجوا إن شاء الله. زي ما شايفين لسه مش متزوج ولكن هيتزوجوا، أول عن آخر هيتزوجوا. هو الذكر شوية منتي ناعم، يعني ذكر ناعم إذا بتلاحظوا. الذكر أبو راس كبير هذا اللي علينا، والأنثى اللي ورا اللي مكحلة. زي ما شايفين نزلها نزلها وهي نازلة بتعمل في راسها حركات بتدل إنه يعني هي أنثى. إذا بتلاحظوا بتوطف راسها وهيك يعني. طبعا إن شاء الله يتزوجوا. تمام، إيش صار معك يا أبو آدم؟ طبعا هنشوف إيش صار. فخلنا نتكلم شوية عن الأوز، تجميع البيض. طبعا يا إخوان في بعض من المتابعين قال لي يا أبو آدم رجع البيض، مش هترقد على البيض إذا أنت رفعته. فإحنا هنعمل خلنا نتكلم غدا عشان صوتهم مزعج. هنعمل تعادل، يعني هنعمل زي كيف تعادل أيام الشتاء، يعني لما يكون في أمطار وشتاء وفي اللي هو لوايص وهيك. إذا بتلاحظوا ناشفة ما في أي موية ولا إشي، هنرجع البيض. وأيام الشتاء ويكون في شتاء وبرد وصقيع، هنرفع اللي هو البيض ونحطه في المكان اللي أنا قلت لكم عنه. طبعا خلنا نروح نشوف إيش اللي معانا غاد، وبعدين نرجع نشوف الأوز هذا إيش تسوي فيه. طبعا يا إخوان بالنسبة للزوج هذا الهراتي، فهو لسه ما وضع بيض، مع إن الأنثى يعني شايفها أنا محمر وجهها، ولكن لسه ما في وضع بيض. وين رايح يا حج؟ طب أنا بديش أطلعك على سبيل المثال، أنت طلعت لي خذ بالله علي. طب أنا بديش أطلعك. تمام، خلنا نشوف إيش اللي معايا. طبعا يا إخوان هان حاطط زوج وتزوج، بالفعل تم التزاوج. طبعا مش باين، هو هذا هو من الحمام الثقيل، ولكن أنا قلت خليه يعني إيش يعني يتم اللي هو وضع بيضه هيك، وبعد هيك حننقله.
زي ما شايفين هذا هو الزوج، وحطيت هان زوج ولكن من البرد، من البرد صراحة يا إخوان في الليل بتكون المزرعة كثير 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 برد، فمن البرد ماتت اللي هو حمامة الأميرة اللي كانت مع المبشنقة، الحمام المبشنق أو الأسدي، فهي ماتت، فحنطلع هي ورا التنكة غاد، فحنطلعها ونشوفها زي ما تشايفين. على ما يبدو العرسة مكلاها، المنظر لا يسر في البال. أنا فكرت في الأول إنه البرد، ولكن زي ما تشايفين العرسة مكلاها، يعني المنظر غير لائق، وبعزل على المنظر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. زي ما تشايفين العرسة مكلاها، المنظر كثير بشع وكثير كثير تمام يا إخوان. طب هو في عندك كان عرس يا أبو آدم؟ هو في عرس في الشتاء زي ما أنتوا شايفين؟ عندنا العرس شتاء صيف بحر جو نهر. طب الحل هنجيب لها سم، ما في حل غير هيك، هنجيب لها سم ونحط لها سم ونزوج أنثى ثانية، ولكن مش هنا، في مكان ثاني. الأنثى هذه الهزاز هذه حزوجوا إياها، حصير طقم يعني زي ما شايفين. هذه الأنثى مع الذكر هذا حيتم تزويجهم إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تمام، في عندي زوجها هذا هو الذكر، أو هذه هي الأنثى والذكر برا، ولكن خلنا نشوف إيش صار هان من البرد. الحمام الهزاز اللي كنت بدي أزوجها للأنثى من البرد ماتت زي ما شايفين. هذه الهزاز بعذر يا جماعة الخير على المشهد، ولكن مع البرد ماتت. إذا بتلاحظوا الأرض رطبة، وهذه الرطوبة في الليل بتقلب لبرد شديد، ففي بعض من الحمام ما بتحمل اللي هو هذا البرد. يعني في سلالات يا إخوان ما بتتحمل البرد هذا فبتموت. طبعا يا إخوان بعذر على المناظر اللي أنا بفرجيكم إياها، ولكن هاي اللي بصير عندي، وقناتي مبنية انه انا اصور لكم ايش بصير عندي يوميات وهيك. هذول الحبتين زي ما شايفين، واحدة مكلاها العرسة والثانية مايتة من البرد. صراحة المنظر كثير بشع، ولكن يعني شوف سبحان الله بيجي خيرات غاد، وبالمقابل في خسائر. يعني فيش حاجة كاملة، الكمال لله وحده. يعني هاي هان زوج باض، وهي خسرنا زوج من الحمام أنثيتين. تمام، ايش بدك تسوي يا أبو آدم؟ في عندي هان ذكر وأنثى من الشروة الحمام الثقيل اللي جبتهم، هذه الأنثى وهذا الذكر، بكبر يوم عن يوم ما شاء الله. وبالنسبة للزغليل السود اللي هنا ما شاء الله زي ما شايفين، بسم الله ما شاء الله. اللي ذاكر قديش اعمارهم يكتب لي تحت في التعليقات. تمام، خلنا نرجع السود هنا ونرجع البيض هنا. بسم الله الحمد لله. تمام يا اخوان، بعد ما شفنا ايش بدنا نسوي، خلنا نروح نمسك الزوج اللي قلت لكم عنه ونحطه في الصندوق، وبعد هيك نروح نشوف الاوز ايش بدنا نسوي فيه.
او هل راح نرجع البيض ولا لا، عشان يعني نرضي الطرفين، نرضي طرف اللي بيقول ارفع البيض تبع الاوز لحين اللي هو الرقد وحطه، ونرضي الطرف الثاني اللي بيقول لا لازم تخلي البيض مكان وضع البيض عشان الاوز ما يقوم عن البيض وهيك. فخلنا نروح على السريع نشوف ايش نسوي، وبعدين حنشوف الطيور اللي عندي ايش صار فيها. تمام يا اخوان، زي ما شايفين مسكنا الزوج اللي حنقوم في تزويجه. طبعا هذا الحمام كبير، يعني حجم كبير زي الفرنسي اللاحم وهيك، فحمام من النوع الثقيل، فحناخده ونحطه هان للتزويج ونأمل من الله انه يتم التزويج والجرذان ما يعني تهجم عليه. زي ما شايفين حنظبط له هو، حنظبط المكان وان شاء الله يتم التزاوج ما بين الذكر والانثى هذول. فحنحط له طعامه وشربه، هي اشي يعني اكاله عنده شرابه والبيت وهان ينامه. فعلى ما اعتقد انه هذا الحمام ثقيل او ثقيل، فحيدافع عن حاله بالنسبه للجرذان. زي ما شايفين الاشي مرضي الى حد ما. طبعا يا اخواني الجرذان بتجيني من هان، من الارض هاد لانه فيها رابش واوساخ وهيك. فبس خلنا نحط هدول في كيس ونقوم بنفيهم من المزرعة. طبعا انا حقحطهم في كيس ونفيهم من المزرعة. طبعا انا قمت في وضع روس الكرونوب هذه للارانب مع العلف، انه يعني اوفر شوية عن نفسي. فخلنا ناخذ اللي هو البيض هذا ونروح نرجعه في ايام اللي هو ما يكون فيها شتاء. في ايام الصيف او اللي يكون ما فيها شتاء حنرجعها. تمام يا اخوان، زي ما شايفين في هان بيضة جديدة، وهان معنا تقريبا مش عارف اظن 6. هذا البيضة اللي اخذناها قبل هيك، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة، وهي كمان واحدة. تمام، المحصول صار 8 بيضات. فزي ما شايفين الاشي مرضي. تمام، خلنا نشوف المكان الثاني كم بيضة مجمع. خلنا نحط هذه هان هيك، وايام ما تيجي تشتي وتصير الدنيا لوابس او لوايس حنشيل اللي هو وضع البيض. بالنسبة للبيضة اللي لقيتها صغيرة، فانا فتحتها لقيت بس فيها بياض، فبيكون في صاير مشاكل ما بين اللي هو وضع البيض عند الانثى. طبعا فيها تقريبا 5 بيضات، هذه جديدة وهذه جديدة وهذه العتيقة وهذول بعديهم. فلحد الان يعني الاشي مرضي، فان شاء الله خير. فهيني انا رديت الطرفين، رديت الطرف اللي قال لي ارفع البيض، ورديت الطرف اللي قال لي رجع البيض. طبعا اذا بتلاحظوا ما في لاصة وما في موية، بس هناك حوالي المية سطل المية لانهم بتحمموا فيه. اما هان زي ما شايفين ما كان، يعني كان في لاصة وراحت كلها، وحتى هان كان في لاصة وراحت كلها، والعش كمان زي ما شايفين. فالاشي مرضي الى حد ما. بس يا اخوان اتمنى اكون قدرت اوصلكم هيك لو فكرة صغيرة. لفينا على البيوت وشفنا مشاكل اللي هو صارت معانا وايش خسرنا من الطيور، وبس بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه الجرس الفاقد بحزين ليصلكم الجديد. حبايبي طمرش عليكم يوم من غير ابتسامة، اكثر من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم. السلام عليكم.